احنا موجودين معاك في صباح الخير في كل مكان وفي كل المحافظات. تعالوا دلوقتي نطلع على محافظة قنا عشان نتابع تيسير زواج 100 فتاة من الفئات الأولى أو الأولى بالرعاية ضمن مبادرة حياة كريمة. تفاصيل أكتر هنتعرف عليها دلوقتي من زميلنا أحمد الأفيوني. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير منا، صباح خير محمد، تحياتي لكما. وبالفعل واقع جديد فرضته مبادرة حياة كريمة هنا في قرى محافظة قنا. ربما اليوم محافظة قنا على موعد مع يعني احتفالية كبرى لتجهيز 100 فتاة من الفتيات المقبلات على الزواج بجميع الأجهزة الكهربية التي تحتاجها أي فتاة في الزواج. ربما أيضا هذه الاحتفالية هي يعني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القرى الأكثر احتياجا والقرى والأسر الأولى بالرعاية. للمزيد من التفاصيل دعوني أستقبل معكم وعبر الهواء مباشرة سيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا. سيادة المحافظ صباح الخير على حضرتك، ويا لو تطلعني في البداية على تفاصيل أكثر حول هذه الاحتفالية التي تنظمها محافظة قنا اليوم لتجهيز 100 فتاة من الفتيات المقبلات على الزواج ضمن مبادرة حياة كريمة. صباح الخير استاذ احمد. طبعا مبادره حياه كريمه طبعا مبادره عظيمه، مبادره انسانيه من الدرجه الاولى. طبعا نقلت المرحله الاولى، احنا على مشارف الانتهاء منها ان شاء الله، وتم افتتاح قريه المراجده في الساحل الرئاسي كاول قريه من ضمن مبادره حياه كريمه. والحقيقه القريه نموذج يحتذى به، نقلت الريف والقرى نقله كبيره جدا، من بنية تحتية، من تضامن اجتماعي، وتقديم الدعم لأبناء الأسر غير قادرين. وطبعا احنا زي ما احنا شايفين توجهات الدولة بتهتم بالإنسان بالدرجة الأولى، وزي ما احنا شفنا زي برامج كتير عديدة في صالح الإنسان زي تكافل وكرامة في محافظتنا هنا، عندنا تخطى ال 2 مليار، أكثر من 200 ألف مواطن بيستفيد من هذا المشروع. النهارده من ضمن أيضا البرامج من حياة كريمة، عندنا النهارده بنحتفل بتجهيز 100 بنت من بناتنا الغير قادرين على مصاريف الزواج. الدولة بتدعمهم من خلال وزارة التضامن والبنك الزراعي، مؤسسة المجتمع المدني بتشارك بقوة في هنا في تنفيذ مثل هذه المشروعات. وطبعا النهارده ان شاء الله بنقدم لهم اجهزه كهربائيه من البوتاجاز والغساله والتلفزيون، كل ما بتحتاجه العروسه في شقتها، وده نوع من العداله الاجتماعيه اللي احنا بنسعى عليه كلنا. سيادة المحافظ، يمكن محافظة قنا هي واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر التي أيضا عانت لسنوات طويلة من حرمان وفقر وافتقاد مظاهر الحياة الكريمة مثلها مثل محافظات صعيد مصر، لكن اليوم ربما الوضع قد تغير تماما. يعني لو ترصد لي كيف غيرت حياة كريمة واقع الحياة هنا على أرض محافظة قنا؟ طبعا حياة كريمة زي ما قلنا هي مبادرة، الحقيقة طبعا مبادرة إنسانية اترصد ليها في الدولة ما يقرب من 700 مليار. محافظة قنا في المرحلة الأولى كان نصيبها 5 مراكز، حوالي 19 مركز قروي، 722 قفر وناجح في المرحلة الأولى فقط. تخطي التكلفة المادية حتى الآن وصلنا ما يقرب ل 30 مليار جنيه فقط في المرحلة الأولى في 5 مراكز وباقي 4 مراكز. طبعا هذه المبادرة نقلت الحياة في القرى والريف والكفور والنجوع نقلة كبيرة جدا. يعني كانت الناس فعلا ما عندهاش بنية تحتية، مش مياه شرب وصرف صحي بس، كان عندها كل الطلبات. احنا حاليا بنتكلم في القرى بقى عندنا دلوقتي في بالإضافة للمياه شرب وصرف صحي والطرق، ودخلنا الغاز الطبيعي، دخلنا الانترنت في هيكل السرعة، التحول الرقمي موجود في القرية زي ما موجود في المدينة. طبعا زي ما احنا شفنا كده في مجمع خدمات، شفنا بتنمية الأسرة، شفنا مجمعات زراعية، شفنا مشاريع انتاجية داخل القرية لأصحاب القرى. فطبعا ما كناش احنا طبعا تغطية طرق، تغطية ترع وترفيق وتبطنة، طبعا كل ده مدارس على احدث طراز، مدارس الحقيقه يعني تتفوق على المدارس اللي كنا نعرفها ونشوفها. بالتالي اصبحت بيئه جميله، بيئه بتراعي الانسان من الدرجه الاولى، وده كله في اطار ان احنا تنميه الخطه المصريه للتنميه المستدامه مصر 2030. دي المبادره كانت في هذا الاطار عشان نقدر نواكب هذه الخطه العظيمه ان شاء الله.
سيادة المحافظ، مع تنفيذ وحجم هذه المشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع في محافظة قنا فيما يتعلق بمبادرة الحياة حياة كريمة على أرض المحافظة، وحجم استثمارات قد تخطى 15 مليار جنيه لتنفيذ هذه المشروعات، بالتأكيد كان هناك حجم من التحديات قابل المحافظة في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة. يعني لو تحدثني عن حجم هذه التحديات وكيف تم التغلب على هذه التحديات للخروج بهذه المشروعات إلى أرض الواقع. طبعا حجم استثمار ضخم جدا، احنا بنتكلم على 5 مراكز اقتربت التكلفة حوالي 30 مليار، طبعا عبء ضخم على الدولة، ومع هذا الدولة بتقدم كل الدعم لأبنائها في كل المحافظات. طبعا محافظتنا من ضمن المحافظات ديت. برضو الخطة كانت الفترة الزمنية طبعا تعتبر مش كبيرة، يعني احنا بننقل الريف نقلة كبيرة جدا، نقلة نوعية من وضع يعني يعتبر منتقص لوضع حقيقة كامل 100%، كل ده في خلال عام واحد. خلية عمل شغالة 24 ساعة، كلنا بنتابع، كلنا بنشوف. طبعا كان بيقابلنا بعض المشاكل في احتياجات المشاريع، لكن الحمد لله تغلبنا عليها كلنا بتكاتفنا وكلنا ايدينا في ايدين بعض، والحمد لله احنا شايفين المرحله الاولى ماشيه على قدم وساق. احنا ان شاء الله هننتهي منها، احنا اوريدي افتتحنا قريه المراجده خلاص، وكان بتشرف فخامه الرئيس، وان شاء الله المرحله الاولى هتخلص في ميعادها في 30/6، عدا بعض مشاريع البنيه التحتيه الخاصه بالصرف الصحي هتوقف 30/9، انما باقي المشاريع كلها في ميعادها ان شاء الله. وده مؤشر يقول ان الدوله فعلا متكاتفه، الدوله كلها شايفه اهميه تنميه المواطن وتحقيق العداله الاجتماعيه، وبالتالي ان شاء الله هننجح في توفير كل اللي احنا محتاجينه ان شاء الله. سياده المحافظ، يمكن حضرتك كما ذكرت ان المرحله الاولى من هذه المبادره يعني قربت على الانتهاء، وبالفعل هناك قرى بالفعل تم افتتاحها من قبل فخامه الرئيس كاول قريه في محافظه قنا بيتم افتتاحها بشكل رسمي. ماذا عن المرحله الثانيه من هذه المبادره العملاقه؟ الحمد لله المرحله الثانيه احنا خلاص، احنا بالنسبه للاحداث مش مستنيين لما يجي وقتها، المفروض تبدا في 30/6. احنا خلاص اخترنا الاراضي وحددنا مشاريعنا، ودلوقتي في اعداد الخطط، وان شاء الله 30/6 هتكون عجله البناء والتشييد انطلقت. يعني مش هتبدا لسه نخطط ونعمل في 30/6، لا، احنا خلاص احنا في المرحله التحضيريه دلوقتي وجاهزين، عارفين هنعمل ايه فين، وبالتالي ان شاء الله اتوقع ان المرحله الثانيه يعني تنجز في فترة أقل بكتير من المرحلة الأولى، لأن احنا تعلمنا الدروس وعرفنا أخطائنا فين وبالتالي عالجناها، وعرفنا نقط القوة فين وبالتالي إن شاء الله هنزودها وندعمها. وبالتالي إن شاء الله أنا بطمن أهالينا في محافظتنا. المرحلة الثانية عندنا مركز هنا اللي هو العاصمة، وعندنا مركز نجع حمادي، ودول يعتبروا أكبر مركزين في المحافظة. إن شاء الله قبل 30/6 العام القادم هننتهي منهم ان شاء الله. بشكرك سياده المحافظ، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. اذا من محمد، كان هذا هو لقاؤنا مع سياده اللواء اشرف الداوودي محافظ قنا حول اهميه وحجم الاستثمارات والمشروعات التي بيتم تنفيذها اليوم هنا على ارض الواقع في محافظه قنا فيما يتعلق بمبادره رئاسيه حياه كريمه، وايضا اليوم هنا يعني تجهيز اكثر من 100 فتاه من المقبلات على الزواج من الاسر الاولى بالرعايه، فيما يتعلق أيضا بمبادرة حياة كريمة. وعودة بكم مرة أخرى لزملائي في الاستوديو. شكرا جزيلا لك أحمد الأفيوني من محافظة قنا، وشكرا موصول طبعا لسيادة المحافظ أشرف الداوودي على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا.